هنكمل كلامنا مع كابتن احمد السيد، ولكن خلينا نشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن النجم احمد السيد. احمد السيد طبعا يعتبر من ابناء النادي الاهلي، والتزامه الخلقي وداخل الملعب وخارج الملعب اداله فتره من الاستمراريه داخل الملعب لحد ما بطل كوره. هو كان كابتن من كباتن النادي الاهلي المحترمين قوي، ولاعب اللعيبه الافزاء يعني للنادي الاهلي، واعتقد ان هو دلوقتي اكيد هيبقى في كارير التدريب او اي حاجه ربنا يوفقه فيها. هو كان لاعب مهم جدا، واعتقد كان مانويل جوزيه بيحبه جدا جدا، كان بيلعب ظهير ثالث في النادي الاهلي وقدم عليه كويس قوي قوي قوي، وبعدين بطل كوره. احمد سيد يعني ابسط حاجه تقال عنه هو لاعب محترم ظهير، هو كان باك، لاعب محترم ولاعب خلوق، وما كانش بيعمل مشاكل ولا انذارات، طبعا انذارات بسيطه يعني، بس ما اتذكرش هو خد طرد مثلا او عمل مشاكل او حاجه. كابتن احمد الناس المحترمين جدا، واللي النادي طبعا يعني هو ايام ما كان بيلعب في النادي حاز على بطولات كتير، هو من احسن المدافعين اللي لعبوا في الجيل ده، اللي هو يعني الجيل اللي بعد بقى حسام حسن يعتبر وابراهيم حسن طبعا، فهو يعتبر من احسن اللعيبه اللي انا كنت احبهم في الدفاع يعني. احنا فاكرينك فمش ناسيينك، واي لاعب بيحب الاهلي ود عطاء للاهلي احنا بنحبه وبنشله يعني حاجات كبير في نفسنا لغايه دلوقتي فاكرينه. هو انسان خلوق ومحترم وخدم طبعا النادي الاهلي كتير، واحنا كلنا بنحبه يعني. الكابتن احمد السيد من اللعيبه الممتازين خلقا ولعبا، ويعني الحقيقه كان مدافع من الطراز الاول، وزي يعني من ابناء النادي الاهلي، وانا اتمنى له التوفيق في حياته الخاصه الشخصيه. والحقيقه هو من ابناء النادي الاهلي اللي عندهم ولاء شديد للنادي الاهلي. هو كابتن احمد السيد كان فتره الالفينات وخصوصا جيل 2000 من 2005 ده كان مدافع قوي، كان ما شاء الله الحمد لله شارك في بطولات كبيره قوي للاهلي. كابتن احمد السيد الاول انا برحب بيه، هو كان من اللعيبه الممتازين، اللعيبه الهاديه اللي دايما مستواه كان ثابت في الفترات اللي هو كان بيلعب فيها. يعني كلام محترم جدا الحقيقه من جمهور النادي الاهلي، ويقدر قيمه زي ما انت قلت التفكير والاخلاق والناحيه الفنيه جوه الملعب. طبعا هي الاخلاق هي اللي بتبقى يعني كل حاجه بتروح، واخلاقك هي اللي بتبقى حتى في اي مجال اي في الدنيا، اخلاقك هي اللي بتفتح لك المجالات او الناس بتتعامل معاك او ما بتتعاملش معاك. صح، انا ده قناعتي في حياتي كده. طيب هنكمل. طول ما انت محترم، طول ما الناس هتحترمك وتتعامل معاك، طول ما انت يعني في اي مشاكل عليك محدش يتعامل معاك.